المعاناة مستمرة حقيقة. مخيم ديبقى عفوا هو مخيم ترانزيت يتجمع فيه أهل النازحين من قضاء شرقاط والحويجة والمناطق الأخرى المحيطة بشرقاط، ومن ثم يتم تشيك أسمائهم وسلامة موقفهم الأمني، ومن ثم دخولهم إلى مدينة كركوك أو إلى محافظة صلاح الدين. هذا المخيم اليوم يكتظ بأهل النازحين، يعني مساحته تستوعب بالزايد 600 نازح اليوم، يستوعب الآلاف من النازحين. هذا الموضوع حقيقة يجب أن نقف عليه نحن كمسؤولين عن محافظة صلاح الدين، اللي نشوفه اليوم فشل من قبل الحكومة المركزية وخاصة الوزارات المعنية بهذا الموضوع. وزارة الصحة اليوم حقيقة لم نجد لها أي دور من خلال متابعتنا وزيارتنا لكثير من المناطق، ليس فقط مخيم ديبقى، مخيم ديبقى والمناطق الأخرى اللي نزحوا لها أهلنا في مدينة تكريت واللي سكنوا الهياكل والعمارات القديمة والمخيمات. يجب أن تكون هناك فرق صحية مستمرة العمل ليل مع نهار لأداء واجبها. أيضا وزارة الهجرة موقفها اليوم ضعيف جدا، لا يتناسق مع حجم الكارثة اليوم اللي نعاني منها سواء في مخيم ديبقى أو في المناطق اللي نزحوا إلها أهلنا من محافظة صلاح الدين. ستكون أزمة وكارثة إنسانية بمعنى الكلمة، يعني هذا الموضوع جدا صعب ما لم يتدارك الموضوع السيد رئيس مجلس الوزراء ويكون هناك بناء لمخيمات جديدة تستوعب الأعداد الهائلة. هناك أكثر من 2 مليون من أهلنا في مدينة الموصل، هم موجودين حاليا في مدينة الموصل. هناك أيضا عدد هائل محاصرين في الشرقاط وفي الحويجة. مع بدء العمليات العسكرية ووجود هذه الأعداد الهائلة سيتم نزوحها ما لم يتم هناك وضع خطة إنسانية توازي الخطة العسكرية. ستكون هناك كارثة إنسانية لا يحمد عقباها، واليوم نلمس هذه الكارثة الإنسانية، بوادر هذه الكارثة بدأت في محافظة صلاح الدين.